سلام بونجور، كنتمنى تكونوا كاملين لاباس وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة بريتينيز بالعربي، معكم مروه. لو في الفيديو اليوم ما عرفتش فريمون شنو نسميها، ستاني بوكسين ولا ان هول. المهم شريت دي برودوي وصلوني وبغيت نبارطاجي معكم شي حويجات، سورتو ماشي لا مارك في حد ذاتها، سي با اون فيديو سبونسوريزي، ماشي اشهار اون سيرتان مارك، فقط كتعجبني وشريتها، وانما بغيت نشارك معكم سورتو دي بتي كيت. ان بتي كيت اللي هو ترايل كيت، يعني دي كيت اللي كيكونوا صغيورين فيهم لو مينيموم لو ستريكت مينيموم باش تقدروا تجربوا الجل. وكاين ان اوتر كيت اللي هو بروفيسيونيل، حتى هو باش نوريكم شنو كيكون في لي كيت بروفيسيونيل، شنو تطلبوا في لي كيت وشنو هما الحوايج الضروريين اللي خاصهم يكونوا، الحوايجات اللي ممكن انكم تستغناو عليهم. بعض المرات كتاخذوا ان كيت اللي هو بروفيسيونيل كتلقاو ناقصين فيه شي حوايج ضروري خاصكم تاخذوهم ابار فوالا. ولكن قبل ما نبدا نشوف معكم لي برودوي، بغيت نشكر بزاف 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 سمير من المغرب وعبد الغني من انجليز اللي هما عاونوني بزاف باش جبت هاد لي برودوي اللي عندي. الوغ لو بروميير كيت اللي عندي اليوم سي ان ترايل كيت انرجي جيل، جيل ترايل كيت ديال لا مارك يونيز. غادي نشوفو شنو هما لي برودوي اللي كاينين فيه. وكاين ان اوتر كيت اللي هو بروفيسيونيل، يعني فيه بزاف ديال لي برودوي، غنشوفهم معكم كاملين، ولكن مازال كنظن بانه ناقصين فيه شي حويجات. وايضا شريت دوطر برودوي. دونك غادي نبدا بلو سينرجي جيل ترايل كيت ديال لا مارك يونيلز، لا مارك امريكان اللي حمقاتني باش وصلت عندي هنايا. الوغ هاد لو بتي كيت حنا دابا غادي نركزو سورتو على لي برودوي ولا الحوايج الاساسيين باش تبداو. دونك لو بتي كيت بحال هكا ممكن تقلبوا على اون مارك اللي هي معقوله وتاخذوا منها دي بتي كيت غير تجربوا سي سا مارش بور فو. راه كاين ناس اللي كيحماقوا على هذا لو دومين وفاش كيجيو يجربوا ما كيعجبهمش الخدمه، ما كيعجبهمش يخدموا، ما كيعجبهمش يصاوبوا. الوغ بور سو ديكوفرير، يعني باش تكتشفوا في راسكم واش كيعجبكم فريمون هذا لو دومين واش تقدروا الى اخره، تقدروا تاخذوا ان بتي كيت من شي مارك غير باش تجربوا. فوالا هذا فريمون ان بتي كيت ديال الجرام. شنو فيه هاد لو كيت؟ الوغ اول حاجه فيه بروتين باند ديالهم شي حاجه خطيره، تيهضروا عليه بزاف بارتو في العالم كامل لابارمون كيشد مزيان. هذا هو ليكيفالون ديال لو برايمر، هذا هو لو برايمر سانز اسيد، بلا اسيد. الوغ هو هذا. شنو كاين عاوتاني؟ كاين الفينيش جيل اللي هو لو توب كوت. بصح هاد لو توب كوت هذا واخا تشوفوه في قريعه فهو كيصلح غير فوق لو جيل ولا لاكري جيل ولا لاكريليك بيان سور. الوغ ما كيصلحش، ديجا هاد الناس ما عندهمش لاكري جيل، ما كيصلحش فوق لو سمي بيرمانون. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني ماشي مثلا، يعني دائما خاصكم تقراو تقلبوا تسولوا، ماشي اي توب كوت كيصلح لكل شيء. مثلا هاد التوب كوت هذا كيصلح غير فوق لو جيل ولا لاكريليك، ما كيصلحش فوق لو سمي بيرمانون انه غادي يهرسو. وعندنا هنايا دي جيل ستة، بصح صغيورين ولكن خطيرين. دونك شنو عندنا هنايا في هاد لابواط هادي؟ يعني كاين هنا شرح لكم كلهم المراحل من هنا حتى لداخل، كلهم المراحل كيفاش تخدموا بهاد الليكيت هذا. الوغ هاد الليكيت بيان سور ناقصينو بزاف ديال الحوايج، ناقصه اون بروس، ناقصه شيتا باش تخدموا هاد البرودوي. تقدروا تخدموا بحق باي شيتا ماشي مشكل. شنو ناقص عاوتاني؟ ناقص لو روبوس كي تيكول، ناقص لا ليم اكسيتيرا. مي هاد الحوايج هادو تقدروا تاخذوهم من اي بلاصه. هاد الكيت شنو فيه عاوتاني؟ الوغ فيه لا باز ديال لو جيل، نوريكم هنا لا كونسيستونس ديالها، فهي جاريه. خليت شويه غادي تنزل. دونك هادي هي لا باز اللي كنحطو في الاول، وغادي نوريكم لو جيل اللي كنحطو في الاخر. دونك تقدروا تحطوا هاد الفينيش جيل ولا ان اوتر جيل اللي هو غلوس. فوالا هذا غلوس، هذا حتى هو جاري، فهذا كيتحط في الاخير في بلاصه لو توب كوت، هو سي ان توب كوت ديال لو جيل. فوالا لا باز لو توب كوت، وهاد الربعه هادو هما اللي كنبنيو بهم الظفر. دونك نبداو ببيلد
بيلد فهو صحيح وهو هو جاري فريمون جاري هذا بيلد وكاين كلير سكولتشر ماشي جاري بحال جلوس ولا بحال بيلد دونك شي قاطع نجيب بحال هكا ماشي ينزل بسرعه دونك هذا سورتو كيصلاح كلير سكولتشر كيصلاح سورتو باش نطولو الضفر بو ليكستنسيون تقدر تطولو هذا باش ما ينزلش ليكم بارتو ومن بعد تعمرو بيلد كونسيلر بينك لي زوينه هاد لا كولور بزاف وحتى هي ماشي جاريه شو اروز ولا ماشي قاصح سي دو جيل سي با دو لاكريجيل راه الا مسيتو غادي تحرك بزربه شوف شي حاجه باش نمسو لمسيتو راه ضايع غادي تحرك شو جاري غير هو تقدر تخدم عليه براحتك كاين وايت سكولتشر اللي هو الابيض تقدروا ديروا به لا فرانش هذا قاصح فوالا الوغ عندنا اربعه واحد غوز واحد ابيض وجوج ترونسبارون يعني شفافين كيبينوا وعندنا لا باز و لو توب ان اوتر توب و البروتين بوند اللي تقدر اللي خاصك ديرو في الاول دونك شنو خاصك مازال هذا خاصك تاخذ ليه اون بروس هاد لو بيت و اون ليم ان روبوس كو تو كول فوالا بيان سور خاص يكون عندك دو الكول و ديو كلينر باش تمسح لي برودوي هذا هو دونك ما فيها باس هاد لي كيت هادو كما قلت لكم شوفوا لا مارك اللي حداكم اللي قريبه منكم الا ممكن تاخذوا ان بيتي كيت بحال هكا ما يكونش غالي بزاف وفي نفس الوقت تجربوا وتشوفوا سي سا مارش بوغ فو هذا بالنسبه لو ترايل كيت باش نجربوا الوغ دابا غادي نمشيو للكيت المعقول اللي هو هذا اي هو نورمالمون كيجي في اون بواط هكا زوينه كولوري اكسيتيرا مي لي برودوي هاد لي برودوي فاش كيجيو لشي بلاصه بعيده بحال المغرب ولا لوروب ولا هذا كيجيو بحال هكا في بلاستيك باغ هاد الكيت فيه بزاف ديال الحوايج وفي شي حوايج ناقصين غادي نبداو دونك هنا كيكتبو لينا سي ان كيت بروفيسيونيل كيكتبو لينا شنو لي برودوي اللي كاينين فيه دونك انا ما غاديش نتبع هاد الكتبه هادي غادي نبدا نجبد بشويه الوغ سوايب باردون اشنا هو سوايب سوايب هو الكلينر ديالهم كلينر مع بلوس بحال سي ان كلينر تمتح به الظفر وفي نفس الوقت انيل بريب كيوجد لك الظفر باش تحط عليه لي برودوي الاخرين هو اول حاجه كتحط الوغ سوايب هم مسمينو سوايب وفي الحقيقة فاش جا جمسدو بواحد اللعيبة ملقيتهاش جمسدو هكا عادي بغلقة عادية وهذه كتكون معاها أباغ كتسهل الخدمة الوغ هنا محبوسة مكتنزلش مي اون فوا كدورها وكتنزل عليها القطن أولا لابوس وكيطلع ليك لو برودوي وتخدم بيه دونك أنا غنحاول فريمون نقتصد على هاد القريعة هادي باش ديرلي مدة طويلة سي سوايب فوالا كاين عاوتاني كاينين لي شابلون دونك لي شابلون ديالهم هما هادو فريمون كيبانو صغيورين هما فريمون صغيورين ولكن كيخدمو مزيان خدامين فريمون مزيان كيلصقو مزيان يمكن تقدم على اي فورم ديال الظفر فريمون اي فورم ديال الظفر يمكن تقدم عليها اللي هما مربعين من هنا اللي فتحين كلشي لي فورم ديال الظفر يقدروا يتحطوا على هذا لو شابلون هذا الوغ لو شابلون كيما شفتوا معايا في بزاف ديال الفيديو فهو كيصلح اننا كنحطوه تحت من الظفر
كنبنيو من فوق منه الضفار ومن بعد كنحيدوه. الوغ انا جو بريفير هاد الطريقه هادي ديال لو شابلون على لي كابسول، ومن بعد نشرح لكم علاش في فيديو. كاين حتى لي كابسول، دونك حاولوا انكم الا خديتو ان كيت بحال هكا تاخذوا فيه هاد الحوايج كاملين، تقدروا تخدموا على راحتكم على راحتكم. الوغ اللي كيعجبو يخدم بلي شابلون يخدم بهم، واللي ما كيعجبوش كيعجبوه لي كابسول او لي تيبس. ف كاينين هادو اللي كيجاو مع هاد لو كيت، كاينين اللي هما ناتشورال ناتوريل، كاينين لي ترونسبارون. دونك انا نحل هنايا نوريكم، كاينين بزاف ديال القياسات. كان عندي هذا، غنشوف القياس الكبير واش يمكن يصلح ليا مع هاد الصباع الكبير ديالي. وي سافا. الوغ الكابسول كتكون بحال هكا، كنظن بان غيبان لكم هنايا بان كاين واحد الفرق ديال اللون ما بين هنا وهنا، شفتوا كيبان ها هو الفرق ديال اللون. هاد البلاصه هادي اللي فين الفرق ديال اللون فيها لي بلو ترونسبارونت هي اللي كتحط على الضفر الطبيعي. دونك الاحسن اللي بغيتو تاخذوا شي مره هكا دي كابسول، حاولوا تقلبوا لي كابسول، شوفوا لي كابسول اللي عندهم هاد لابارتي هادي اللي كتلصق على الضفر تكون صغيره ما تكونش كبيره. كاينين اللي من هنا حتى لهنا كيشدوا لك الضفر كامل، ملي شدوا الضفر كامل يعني البلاصه اللي غتولي تحط عليها لو جيل ولا لاكريليك هي هاد البليصه هادي بوحديتها. طوندي حنا كيهمنا ان لو جيل يتحط على اكبر شوفاس ممكنه، ما نحطوش لاكول هي اللي على النص ديال الضفر والنص الاخر ديال الجيل. فوالا لو هاد البليصه هي اللي كتلصق، كتلصق هنا في الحاشيه، ومن بعد الا ما عجبكش هاد الطول بيان سور كتقصو كتنقص منه وكيلصق ب اون كول. الو نجبد دابا لاكول، عاطين معاه حتى اون كول براش اون جلو كت زوينه. هادي عندها اون بيتيت بروس. وكاين بزاف ديال الانواع ديال الكابسول، وغنضرب هاد الكابسول هادي ها هي عوجتها معليش. كيما قلنا كاين ناتشورال وكاينين ترونسبارون شفافين، وكاين حتى بزاف ديال الالوان، وكاين البيضين. البيضين ما كنصحكمش بزاف انكم ديروهم الا كنتو غتحطوا فوق منهم دي جيل، لانه ما كيمنعوا اللون كيمنعوا بلوتو الاشعه ديال البوله انهم يوصلوا لو جامل تحت وينشفوا مزيان. دونك جو بريفير واحد من هاد جوج. دونك كاين لي كابسول. اشنو كاين عاوتاني؟ كاينه لا بروس، لا بيل بروس ديالهم ديال لو جيل. من اللوح ماستر جيل براش، الشكل ديالو شويه داير بحال بروس ديال لاكريليك، ولكن سي دو جيل وصغيوره زوينه متحفه. غادي نستعملوها ان شاء الله باش نحطو هاد لي جيل هادو. اشنو عاوتاني كاين هنايا؟ كاينين لي ليم فوالا. الوغ كاين اون ليم ديال 150 150 150. انا جو بريفير فريمون هاد لي ليم اللي كيكونوا عندهم نفس الرقم من جويه بجوج. علاش؟ لان ملي كتكون عندك ليم ديال نعطيكم مثال، ليم اللي خدمت بها قبيله، الوغ هنا هاد الجهه 100 وهاد الجهه 180. انا جي طوندونس نخدم بزاف 180، الوغ كنخدم بها من هاد الجهه بزاف ومن هاد الجهه ماشي بزاف، ومع الوقت ما خاصنيش نتعطل بزاف باش نبدلها. الوغ بحال جو ساكريفي هاد الجهه، هاد الجهه كتساكريفيا انا جيم با. الوغ هادو 150 150، هذا ماشي على الضفر الطبيعي وانما لا لجيل ولا لاكريليك. 100 نفس الشيء على لجيل ولا لاكريليك ماشي على الضفر الطبيعي لانها حرشه. 100 من الجهه 100 من الجهه. 180 180 تقدروا تحطوها على الضفر الطبيعي. دونك هاد الجهه سي ليم وهاد الجهه سي اون ايبونج، يتسماو كامبو كومبينيزون ديالهم بجوج.
وكاين واحد شويه خاسر من هنايا 240 240 فريمون لطيف بزاف على الظفر الطبيعي لطيف من الجهة إبونج من هاد الجهة ليم و هادي إبونج مجوية بجوج 180 180 نصلح أننا نليسيو بها الظفر مزيان فريمون بوغ لو ليسي. دابا غادي نمشيو للبروتين بوند بحال اللي شفنا في الكيت الآخر بروتين بوند اللي هو البرايمر ضروري خاصكم البرايمر. كاين الناس اللي مثلا كياخذوا دو جيل وما كياخذوش لي ان برايمر ولا اون باز جو كومبرون با راه لو جيل ما يمكنش بوحديتو يلصق امبوسيبل يلصق بوحديتو خاصو فريمون ان برايمر نيل بريب نقدروا نيكو عليه ولكن البرايمر ضروري ولا باز حتى هي بالنسبه لي انا كتبان لي بانها ضروريه. الوغ البرايمر مهم البرايمر وكاينين لي جيل نجيب حدايا ها ستة ديال لي جيل كاينه اون باز ديال 15 غرام 15 غرام فريمون صغيورين بارابور بري فريمون صغيورين. هادي هي لا باز كما كتشوفوا فيها جاريه نشوف باش كنبون فاش كنبغيو نحطوها كنحطوها بهاد شويه هادي الوغ الاخرين غادي نوريكم اللي هما جاريين بحال هذا كيتسموا سيلف لافلين فاش كتحطهم هما كيشدو لك كيدير ديالهم بوحديتهم. دونك شكون هما هادو كاين اسيدي كاين بيلد فوالا كيبني الظفر هذا وصحيح وكاين فليكس هذا شويه فليكسيبل ماشي صحيح بحال البيلد صحيح ما ماشي بحال البيلد حتى هما جاري بلوتو جيم با الكلمة ديال جاري سي دو هارد جيل اللي هو فاش كينشف راه كيقصح فريمون بزاف و ديك الجراوة ديالو فهي مهمة فاش كتحطها من بعد نشوفها في ديمونستراسيون فاش كتحطها على الظفر وما كتكونش ايفن ما كتكونش مستوية مزيان الوغ هو بوحديتو كيشد لا فورم كيتقاد كيعمر بلايص الخاويين هادشي علاش كتشوفو جاري اما هو فاش يقصح راه تيولي دو هارد جيل فريمون قاصح بزاف فوالا وكاينين اللي هما ماشي سالف لغلين تشوفو بانهم قاصحين كاين كونسيلر بينك فريمون هنا كيبان بانهم قاصح وكاين كلير سكولتشر تا هو قوي صح لايت قاصح باش تصوبو ليه فرانش مو فيه غير شوية فوالا ستة ديال لي جيل شنو مازال مشفناش الوغ لو توب كوت فينيش جيل فهو نو وايب ماشي ضروري تمسح كيتحط غير على كما قلت لكم غير على الانهانسمنت اللي هما لو جيل لاكري جيل لاكريليك ما كيتحطش على الظفر الطبيعي او لا على لوسمي تهمن على الظفر الطبيعي ان سام وايبس قطينات وكاينه اون بروس ديال المانيكور باش يمكننا نقيو الظفيرات مهمه هادي مهمه وزوينه واخيرا وليس اخرا هاد الكيت فيه كيوتيكول اويل ويل بور لي كيوتيكول زيت اللي هو كيجي بحال هكا ريحه لي غوز بحال الورد ديالنا بحال الزيت ديال الورد ديالنا ديال المغرب ريحته فريمون بحالها
بحالها، عندي واحد سيتي الورد غيمون ريحه زوينه بحال هكا، وجايبين معاه عطينا اي دروبر باش يمكن لكم غير تنزلوا على لي كليونت غير هكا من الفوق بلا ما تمسوا بلا ما تكونتامينيو القرعه باي حاجه. فوالا هادشي اللي كاين في هاد الكيت. شنو الحوايج اللي كيبانوا لي مازال خاصين في هاد الكيت؟ كيبان لي بانه ما كي خاصو اون روبوس فيتيكول مهمه ما عرفتش علاش ما كايناش فيه، غتكون غير شي وحده عاديه ديال 1 دولار ولا بون. انا غنكون غنستعمل بيان سور اللي كانت عندي، كنحط غير شي وحدين ديال اللوح بحال هكا دفع بهم اللي كيتيكول ديالك، فهمتوا حاجه مهمه هذيك. شنو كنظن عاوتاني بانه خاص؟ صافي هادشي اللي كنظن بانه خاص غير الغوبوس كيتيكول. وي فوالا. الوغ الا بغيتو تاخذوا ان كيت فريمون، هذا راه ماشي غير بغيت نشارك معكم هاد لي برودوي اللي جاوا واللي غنستعملهم معكم، ماشي اشهار ماشي باش تشريو هادشي، ان فريمون صعيب باش يجيو المغرب هاد لي برودوي، غير باش تعرفوا هكا لي كيت شنو كيكون فيهم. هاد لي برودوي بجوج اللي كاينين هنايا ما كاينينش مع لو كيت، غادي نوريهم لكم دابا. فوالا هادشي اللي كاين مع لو كيت. حاولوا انكم الا بغيتو تاخذوا ان كيت بحال هكا تحاولوا تاخذوا ان كيت اللي فيه بزاف ديال الحوايج اللي هما بحال هاد الشكل هادو مهمين. تقدروا تستغناو على الزيت تشريو ابار ولا اللصقه ولا، ولكن هاد الحوايج الاخرين بحال لي ليم بحال لي شابلون لي كابسول بازو توب وهاد الحوايج هادو فهمو مهمين بزاف. فوالا الوغ بالنسبه للحوايج اللي خديتهم ابار ما كاينينش في الكيت اللي هو هاد الفن هذا، هانتوما راه فريمون طويل، هانتوما راه ليم قداش وطول شويه من لاليم فيستين غرام، هو غادي يعوض بعد هاد الشويه اللي كاين هنايا. الوغ سي ملي كتشوفوا ان توب كيمكن كيجي لكم في بالكم دو بولي جيل او لا دو لاكري جيل، سي با دو بولي جيل سي دو هارد جيل، لو جيل كلاسيك فوالا دو هارد جيل هو في توب. كنظن بان هنا القدام غادي نلقاو غنشوفوا بزاف ديال لي مارك اللي هما داروه في ان توب. اول مارك نشوف تديرو وماشي جديد يمكن شي عام دابا باش خارجين هاد لي توب ديال يون نيلز، نسمينو بريسيجن ابليكاتور، ان ابليكاتور فريمون مانيفيك. هاد هاد جيل كيخرج من هاد النازل اللي كاين هنايا وكينزل كتبقى كتابليكي وكتقادو كتعمر الظفر ديالك كيف ما بغيتي. الا بغيتي من بعد تزيد تقادو بشويه بلا بغوص سينو هاد الابليكاتور فهو اولا لابليكاتور فهو سيفيزون، غادي نخدم به ان شاء الله قدامكم. فريمون كنتمنى انه بزاف لي مارك اخرين يخرجوا هاد اليوتيوب ويكون اكسيسيبل ليكم، لانه غادي يساعد المبتدئات غادي يساعدهم بزاف الا كانوا كيخافوا من الجيل وكيجيهم كما كيقولوا كيجيني الجيري، هذيك الجراوه راه خاصكم تخدموا بها لصالحكم ماشي ضدكم. نوريكم بعد الفيديو كيفاش هذيك الجراوه ديال الجيل ديال الهارد جيل انكم تخدموها لصالحكم. فوالا هذا كينقص عليكم الوقت ديال الابليكاسيون، كينقص عليكم الجهد، كينقص عليكم هذيك التناره. عنده هنايا سكويزر بحال ديال بونتيفريس باش كيقرب يسالي باش نقدرو ننزلو كامل، وخديت حتى بروتين بوند برايمر اخر باش بقى عندي فوالا، وخديت واحد البيت واحد السيفتي بيت سيفتي بيت نوريكم كيفاش داير فريمون زوين. ندمت لي مخديتش الكورس ديالو لي مخديتش داك شنو نسميه الحرش ديالو، ندمت اللي ما خديتش اكثر من واحد من هذا. عنده هنايا سيفتي هيد يعني كاين الامان معاه، دونك هنا تشوفوا شويه راني استعملته وجربته البارح، دونك هنايا كتخدم بالامان، دونك فاش كتجي كتخدم على الظفر بالطريقه ما كاينش لو ريسك مع هاد السيفتي المدور هنايا، ما كاينش لو ريسك انك تجرح لا كليونت ولا تجرح راسك، فريمون كتخدم في الامان زوين بزاف هاد السيفتي بيت هذا. هذا بوغ حتى بوغ لو جيل البولي باردون
جيل بوليش يعني لو سمي بيرمانون في حي لو سمي بيرمانون امبيكابل يعني ما حرش بزاف فوالا كما قلت لكم حاولوا تركزوا على لي مارك اللي هما اكسيسيبل عندكم اللي تقدروا تشريوهم وتاخذوا منهم ليسونسييل كاين الناس اللي كما قلت لكم مثلا كياخذوا دو جيل وكيتعب لهم هذاك الجيل غيديروا به كل شيء دونك كاين بزاف د الحوايج اللي هما مهمين تقدروا تستغناو على الزيت ديروا اي زيت في الاخير تقدروا تستغناو على هاد لا بيتي بوغ تقدروا تستعملوا جوج ولكن البرايمر والفينيش او لا التوب كوت مع لا باز ولو جيل هادو راه مايمكنش يكون تستغناو عليهم نهائيا كنتمنى هاد لا فيديو تكون كانت عامره بالمعلومات المفيده اكثر من لي برودوي اللي كانوا فيها في حد ذاتهم ولي كان عندكم اسئله على لي برودوي غادي نحط لكم في لا بار دانفو نخلي لكم لي ليان اللي غادي يديكم مباشره لي برودوي من لو سيت اللي خديتهم في اليوكي باسكو سيومون يكون عندكم اسئله على الاسمنه ديالهم وكنجدد الشكر للناس اللي عاونوني باش جبت لي برودوي ونشوفكم في لا بروشين ان شاء الله